وصل بحفظ الله ورعايته حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أيده الله إلى دولة قطر الشقيقة ظهر اليوم في زيارة دولة تستغرق يومين. وعند دخول الطائرة السلطانية أجواء دولة قطر رافقتها الطائرات الحربية التابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية. ولدى وصول جلالته عزه الله مطار الدوحة الدولي كان أخوه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في مقدمة المستقبلين والمرحبين بعاهل البلاد المفدى عند سلم الطائرة. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لأمير دولة قطر وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وسعادة عبد الله بن خليفة العطية وزير الدولة رئيس بعثة الشرف وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وسعادة السفير الشيخ جاسم بن عبد الرحمن بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر المعتمد لدى سلطنة عمان. وبعد استراحة قصيرة بقاعة الاستقبال استقبل جلالة سلطان البلاد المفدى يرافقه صاحب السمو الأمير الموكب الذي أقلهما إلى الديوان الأميري بالدوحة حيث أجريت لجلالته مراسم استقبال رسمية. فقبيل دخول الموكب المقل القائدين إلى الديوان الأميري اصطفت كوكبة من الخيالة والهجان على جانبي الطريق ترحيبا وابتهاجا بمقدم جلالته الميمون. وفور وصول الموكب إلى ساحة الديوان الأميري اصطحب صاحب السمو الأمير أخاه جلالة السلطان المعظم إلى منصة الشرف حيث عزف السلام السلطاني العماني والنشيد الوطني القطري. وتفقد جلالة سلطان البلاد المفدى حرس الشرف الذي أدى التحية لجلالته. بعدها استقبل جلالته أيده الله كبار مستقبليه من الجانب القطري مبادلا إياهم السلام والتحية فيما استقبل صاحب السمو أمير دولة قطر أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة عاهل البلاد المفدى مرحبا بهم في بلدهم الشقيق.